احنا خايفين من التطورات الجايه، احنا بس مقلقين من يحصل تصعيد. احنا لغايه دلوقتي الرد بس اوكرانيا وروسيا في الحرب، مفيش حد طرف ثالث. احنا خايفين من تصعيد، خايفين من الناتو يدخل، خايفين من امريكا تبدا تبعت دعم. لو امريكا بدات تبعت دعم لروسيا او الناتو بدا يبعت دعم لاوكرانيا اقصد كده، احنا مش هنعرف نطلع، محدش لا هيعرف يطلع ولا هيجي، وكل حاجه بالسلامه. طيب هتبقى اوكرانيا عباره عن ساحه حرب. طيب يا محمد، احنا لكل اللي بيشاهدوك عاوزين نطمن الاول حضرتك، يعني موجود فين؟ لان انت زي ما تحدثت معايا كان موضوع السكن. انا بالضبط في مدينه كروبنسكي، دي مدينه بتبعد عن كيف العاصمه 250 300 كيلو وحوالي كده. عندنا اول امبارح طبعا احنا انا صحيت حرفيا، انا نايم ما في من صحيت على تقريبا والله فوق ال 160 اتصال، كله يا ابني اصحى يا ابني اصحى، روسيا ضربت اوكرانيا. انا صاحي مصدوم، ايه اللي حصل؟ انا ده كله قاعد بخلص الورق بتاعي بتاع الجامعه، بحيث ان انا لو نزلت مصر وحصل لا قدر الله اي حاجه معايا اي اثبات اي ترانسكريبت ان يثبت ان انا مخلص السنين دي كدراسه ودي درجاتي ودي كل حاجه. فانا ده كله قاعد عشان كده مره واحده اللي حصل، وعندي زملائي في مدن تانية كانوا طيارتهم الساعه 2 الظهر، حصل الضرب الساعه 5 الفجر، فحتى هم التانيين مش عارفين ينزلوا. عندي زملاء تانيين هيتخرجوا بعد شهرين. فكل ده احنا بس عايزين حل الحوارات دي كلها، عايزين حل لموضوع الدراسه، لموضوع النزول بتاعنا. طيب احنا دلوقتي اوكي، بولندا فتح لنا المعبر، رومانيا فتح لنا المعبر، مولدوفا فتح لنا المعبر، بس فين المواصله اللي هتودينا؟ يعني فين المواصله؟ السفاره فعلا بتتصل وتقول طمنوا كل حاجه تمام وكل حاجه، وعاملين فورم على جوجل ان احنا لو في اي عمليه اجلاء ولا اي حاجه، كل الكلام ده جميل، بس احنا محتاجين تحرك اسرع، لان كل وقت حرفيا بيعدي الوضع بيبقى اسوء. عارفين كل الاي تي ام هنا اللي في الشارع كلها زحمه، انا والدي بعت لي فلوس على الويسترن، انا مش عارف استلمها لغايه دلوقتي، لان كل الويسترن قافلين، كلهم قافلين بلا استثناء. محلات الذهب كلهم شالوا الذهب، من طبعا كله خايف من اي اقتحام، كل واحد شال حاجته، محلات الالكترونيات كل حاجه اتشالت، كل حاجه قفلت. طب عاوزين الجامعه بتاعتي في كيف كمان قفلت، طب بس انا هنا في كيربو. عاوزين برضو اتفضل. تحدثنا اكتر عن طبيعة الاجواء عندك. هل بالنسبة للسلع الغذائية، ان كان مثلا السوبر ماركت او هي عموما كسلعة غذائية مكرونات رز الكلام ده، اي حاجة اللي هي تعرف تخزنها دي تعتبر انتهت خلصت حرفيا. الناس شغالة كل شوية، الناس بتخلص ويحطوا، الناس بيخلص ويحطوا، الناس بتخلص ويحطوا. وطبعا كعملة، العملة انهارت. المية كمان في الاسواق، انا نزلت انا واحد صاحبي نجيب مية، ما في اسواق في ماركتات ما فيهاش. يعني احنا اشهر حاجة عندنا حاجة ماركت اسمه اي تي بي هنا ده، دخلنا واحد جنب بيتي ما فيش مية خالص نهائي. يعني مية، لان هنا المية ما بتنشربش من الحنفية، المية مش كويسة انك تشرب منها. واي حاجة تتخزن طبعا، معلبات الكلام ده كله بيخلص. لو رسائلك دلوقتي لكل اللي بيشاهدوك من خلال موقع مصراوي، ايه الرسائل اللي انت حابب توجهها، ان كان لاسرتك اولا ثم الرسالة اللي أنا بس المسؤولين؟ حابب أوجهها إن إحنا الحمد لله لغاية دلوقتي بخير وكويسين، الوضع الحمد لله في مدن أوكرانية كتير الوضع ممتاز، بس للأسف في أكبر مدينتين اللي هما كيف وخاركوف الوضع فيهم سيء جدا فعلا. الناس في خنادق وفي المترو، وفيديوهات كتير وصواريخ ودبابات وكل حاجة شغالين هناك، بس بالنسبة لنا إحنا الحمد لله الوضع لغاية دلوقتي مستمر، بس إحنا بنطالب بتحرك سريع بحيث ان ما يبقاش الوضع اسوأ. يبقى بدل ما احنا نقدر نتدخل دلوقتي، بعدين مش هنعرف نتدخل، بعدين هيبقى الوضع صعب، مش هنعرف ان احنا حتى نروح بولندا. واصلا يعني انا دلوقتي عشان اروح بولندا في ناس كتير بتقول ان الطريق مش امن، واوكرانيا اوريدي اغلقت كام طريق عشان اللي بيؤدوا لبولندا، اصل الناس كلها عايزه تمشي حتى الاوكران نفسهم. انا صاحب الشقه اللي انا ساكن فيها لقيته امبارح بيكلمني بيقول لي انا عندي اهلي في كيف وبيتهم متعرض للضرب، فهم هيجوا هنا ومفيش مكان يقعدوا فيه، فمن الاخر شوف لك حد تاني تسكن معاه. قلت له انا ماضي معاك كونتراكت لثلاث شهور، فانت مش من حقك. قال لي اي كونتراكت دلوقتي؟ مفيش حكومه دلوقتي، هتروح تشتكي لمين؟
بس الحمد لله بعدين قال لي لا خلاص ما فيش مشكلة وخليك ومش عارف ايه الكلام ده. قلت له ان شاء الله في خلال اسبوع اسبوعين بالكتير او اقل السفارة بتاعت بلدي هتكون اتصرفت وعرفنا نرجع بلدنا. يعني تمام احنا بنشوف الاوكران ما شاء الله مصر بتعاملهم احسن معاملة في مصر، تمام ودي نقطة جميلة جدا. تمام لو رسائلك برضو لكل اللي بيسمعك، تطمن أسرتك تقول لهم ايه، وطلب يعني الحمد رسالتك لله انا للمسؤولين. بطمنهم دايما، الحمد لله يعني بطمنهم دايما وبقول لهم اطمنوا والله. هو الواحد من الاتصالات فعلا بيكون الوضع سيء اكتر لان هم جدا ولغايه دلوقتي، والنهارده الصبح كان في غارات جويه على كيف والكلام ده، فعندي واحد صاحبي في كيف بيقول لي الصواريخ حرفيا ممكن بتشوفها وهي ماشيه كده وبتسمع صوت الطيارات دايما. بس هي القصه مش في كل المناطق، والحمد لله في المنطقة اللي أنا ساكن فيها في كيروغراد المنطقة مستقرة الحمد لله كويسة. بس هو كقلع من السكان حالة حرب طبعا، فالكل عنده رهبة من الحرب، فبس فهو الوضع كاقتصاديا حتى مش تمام. بس فاحنا بنطالب بس ان احنا نحاول ننزل مصر بأسرع وقت ممكن بحيث قبل ما الوضع يبقى أسوأ. بس الحمد لله يعني تحيا مصر طبعا ويحيى الرئيس عبد الفتاح السيسي. اولا واخيرا بعد سلامتنا ان شاء الله مستقبلنا الدراسي ان هو ما يتعطلش طبعا، بس واحد بدرس طب مش عايز مستقبل حتى يتعطل نص سنه كمان، لان انت فاهم طب مشوار طويل والكلام ده. فبس فبنشوف بس ان هو بديل، حتى لو السفاره تكلمني لك الجامعات يحاولوا يسحبوا نسخة من ملفنا من دلوقتي قبل ما الوضع يبقى أسوأ، وقتها مش هيبقى فيه جامعات. دي الفكرة، تمام واحنا اوريدي من الأول كنا بنحاول نسحب ملفاتنا، بس للأسف الجامعة ما كانتش متعاونة معانا. يعني احنا كنا بنروح ان احنا نحاول نسحب الملف ناخد نسخة منه، الجامعات بتقول لا ممنوع سحب الملفات، او ان احنا نديكوا نسخة، او ان احنا حتى نطلع لكم بيان يقول الاقتصاد هيقع اكتر ما هو واقع. حضرتك دلوقتي العملة حرفيا بتنهار، النهارده الجريفن وصل 31 جريفن، الدولار قصاد الجريفن 31 من 6 ايام بالظبط كان ب 26.